الأرقام من Money Matters. Money Matters على البانوراما. تابعين مشوارنا معكم على هوا إذاعة بانوراما أف أم، دايما مع برنامج Money Matters. والاستثمار يعني شراء أصول ذات قيمة تدعى الأصول الرأسمالية، بيشتريها المستثمر بناء على توقعات إما بارتفاع قيمتها بمرور الوقت وإما لقناعة بأنها سوف توفر مصدر جديد للدخل. ونحن جميعا بحاجة لمصادر جديدة للدخل، بحاجة أنه كمان نزيد بحساباتنا أصفار، إذا أوردي في حساب نزيده أصفار. لهالغاية دايما بيحثونا خبراء بهيدا المجال كيف نزيد مدخولنا وكيف نستثمر بالقطاعات الصحيحة. ولنقدر نستثمر بالقطاعات الصحيحة لازم نعرف شو هي، وين الاستثمار الصحيح. اليوم نتحدث عن هالقطاعات مع الخبير في مجال الاستثمار والاقتصاد الأستاذ عمر راضي. أهلا وسهلا عمر. مرحبا دسي، كيف الحال؟ أنا كتير منيح عمر، بس بدي أذكر مستمعين فيهم تابعونا صوت وصورة على أبليكيشن الإذاعة MBC مود. عمر معي كمان إذا بتحبوا تتعرفوا على أحد شباب ورجال الأعمال والمستثمرين أيضا يعني من السعودية. عمر، بداية ما هي قطاعات الاستثمار؟ طيب، زي ما تفضلت مهم جدا أنه الواحد لما يبدأ مجال الاستثمار وبالأخص في مجال الأسهم، أنه يتعرف على إيش المنتجات اللي أنا ممكن أستثمرها، ما هي القطاعات اللي أنا ممكن أستثمرها. فقطاع الأسهم، وحركز كده على الأسواق العالمية، فيها تقريبا 11 قطاع. أوكي. طبعا أهم قطاع وأكثر قطاع تداولا والناس يعني تعشق هذا القطاع وأنا أولهم، طبعا هو قطاع التكنولوجي. أوكي. طبعا قطاع التكنولوجي لأكثر، وهو القطاع الأفضل أداء من أكثر من 10 سنوات. تسأليني ما هو قطاع التكنولوجي، أقول لك مثلا إحنا الآن شغالين على أي منتج وإحنا بنتكلم؟ مايكروسوفت تيمز بالضبط. مثلا واحدة من شركات التكنولوجي اللي ممكن احنا نتكلم عنها هي مثلا شركة مايكروسوفت. ليش الناس تحب شركات التكنولوجي؟ أول شيء لأنها بترجع أرباح وبترجع عوائد للمستثمرين. فمن أكثر القطاعات أو أكثر قطاعا أداء في آخر 10 سنوات. مثلا لو نتكلم على شركة زي مايكروسوفت من الشركات، أول شيء اللي تقدروا تسمي تكلفتها وتصنيع المنتجات غير عالية، فإيش هامش الربح بالنسبة للشركة يعتبر مرتفع جدا، تقريبا 40%. لما أقول هامش الربح، ما معنى الهامش الربح؟ يعني لو تكلفة المنتج 100 ريال هم بيربحوا 40 ريال من هذا المنتج. وهذه القطاعات التكنولوجي هي الوحيدة اللي تقدر ترجع لك ما يسمى بهامش الربح أو المارجنز بطريقة عالية، لأنه إيش التكلفة تعتبر واطية. مثلا من الأشياء الثانية اللي زي شركة مايكروسوفت، عندهم ما يسمى بنظام السبسكريبشن. إيش يعني نظام السبسكريبشن؟ يعني أنت بتحجز أموالك اليوم وبيجدد اشتراكك كل سنة، فهذا ربحية، نوع من الربحية اللي إيش متواصلة دائما على مدار السنوات، ما معناها إلا حيزيد الزبائن في المستقبل. فهذا واحدة من القطاعات المفضلة بالنسبة للمستثمرين. عمر، إذا أنا بدي استثمر بهذا القطاع، قطاع التكنولوجي، قد بدي يكون معي مصاري؟ طب هلأ المستمع قال لك إيه أنا خلص هاي الشركة خلص حطيتها براسي، قد بدي يكون عندي فلوس لأستثمر؟ الأموال ما تفرق في النهاية، ودايما أقول يعني الرقم اللي أنت مناسبك اللي أنت مستعد. يعني فيني بألف ريال، 500 ريال؟ طبعا ما في مشكلة. ليش الرقم؟ هو في النهاية دائما أشجع الناس يحطوا مبالغ اللي أنت يعني هذا المبلغ، أهم شيء تكون عندك السيكولوجية أني أنا هحط هذا المبلغ اليوم وحنسال مدة مثلا 10 سنوات 15 سنة. فمثلا ما أبغى واحد يكون عنده مثلا مبلغ اليوم ويحتاجه السنة القادمة ويحط المبلغ في مجال الأسهم، هذا قرار يعني عشوائي نقدر نسميه. إذا الاستثمار معناها تحط أموالك اليوم تنساها بعد 10 سنوات تطالع في هذا الرقم، فهذه الطريقة الصحيحة. أوكي، طيب. سواء حكينا عن قطاع التكنولوجي، يمكن هلا كتير ناس تحب هيدا القطاع، في ناس تقول لك لا أنا ما عجبني قطاع التكنولوجي. فقطاع التكنولوجي. نخش على القطاع الثاني وأسميه المنتجات الاستهلاكية الغير إلزامية في حياتنا، وهذه كلها طبعا بنستخدمها دائما في حياتنا اليومية، سيارات، ملابس، مولات، سفر، طيران، كل هذه تعتبر منتجات استهلاكية غير إلزامية. إيش وظيفة هذا القطاع؟ هذا القطاع متذبذب، الوضع الاقتصادي جيد تلاقي المصاريف فيها عالية، الوضع الاقتصادي منكمش تلاقي الناس وهذا القطاع تأثر بشكل كبير. مثلا لو أنا حسألك مثلا ما هو أفضل منتج بالنسبة لك لملابس الرياضة مثلا؟ يعني في نايك، في يعني في شركات كتير ممكن نعمل دعاية. لو نجي نتكلم على نايك مثلا، نعم.
مالك مثلا شركة نايكي كل سنة ترتفع سنويا، نعم ليش؟ لأن عندها خلاص المكونات اللي تقدر تقولي عشق للمنتج، وهذا الاستثمار طريقته في النهاية يعني تقدر تقولي كومن سنس، ما في تعقيد. شركة زي نايكي مثلا عندها قوة وميزانية غير طبيعية، لا يستطيع أحد ينافسها. إيش تسوي؟ توقع أهم النجوم الرياضيين وتبني على هذول النجوم، وليها أكثر من يعني 30 سنة بتقدم منتجات منتجات يعشقوها الناس. فمثلا هذا من المنتجات نعم اللي نقدر نسميها أو قطاع منتجات السرية المنتجات الاستهلاكية الغير إلزامية. نعم طبعا القطاع الآخر وهو قطاع الصحة، وقطاع الصحة يتكون من أشياء كثيرة مثل الأدوية، المستشفيات، المواد الغذائية اللي ليها علاقة بالصحة. نتكلم مثلا عن المستشفيات، قطاع يعتبر من القطاعات الدفاعية. إيش يعني قطاع دفاعي؟ يعني لا يتأثر بالوضع الاقتصادي مهما كان، طبعا الاقتصاد مرتفع الاقتصاد نازل، نقدر نقول إنه القطاع الصحي دائما يعني يحمينا في الوضع الجيد والسلبي بالنسبة للاقتصاد. طبعا شركات الصحة كثيرة، مثل شو؟ ودائما أنصح الناس اللي ما عنده خبرة في مجال الصحة لا يستثمر في شركات، لأنه شركات الصحة تعتمد على علم ومعرفة كبيرة جدا في هذا اوكي القطاع، فتقدر تشتري مجموعة أو باسكت كبيرة من الشركات اللي موجود فيها قطاع الصحة. ويعتبر قطاع الصحة طبعا من أفضل القطاعات أداء. يعني أنا برتب لك هي التكنولوجي رقم واحد في آخر 10 سنوات، المنتجات الاستهلاكية الغير إلزامية رقم اثنين، الصحة رقم ثلاثة. نجي مثلا على قطاع آخر وقطاع الخدمات. وش يعني أكيد الخدمات؟ يعني مثلا لو نيجي مثلا الآن قطاع الخدمات صار زي مثلا توصيل المنتجات، أوكي زي شحن الأشياء. لما تبي تشتري مثلا منتج من الخارج كيف تطلبي؟ إيش أكثر شيء الشركة اللي نعم مثلا أكثر شيء بيخطر على بالنا مثلا أمازون أو أي شركة من هالشركات أمازون دوت كوم مثلا. أمازون دوت كوم تعتبر 3 شركات في واحد، وخليني أشرح لك إيش يعني 3 شركات. نعم هي تتبع للخدمات ولكن هي تعتبر 3 شركات في واحد. عندك أمازون دوت كوم اللي هي الموقع الإلكتروني اللي تشتري مين اوكي منتجات. عندك الشركة الثانية اللي موجودة في أمازون هي اللي يسموها الكلاود أو AWS، اوكي الشبكة اللي بتحط فيها البائعين عشان يعني المعلومات وكده تحتفظ في اوكي الانترنت. اوكي فهذه تعتبر امازون AWS بالنسبه لشركه امازون، وهي تعتبر قطاع تكنولوجي هذه الشركه AWS وتابعه لامازون، ولكن ربحيتها هامش ربحيتها عالي جدا اكثر من 30%. نيجي على المنتج الثاني وهي اللوجيستكس، الشحن والاشياء. فامازون تتكون من 3 اشياء. اوريكي مثلا قوه من شركه زي شركه امازون، ربحيتها مثلا بامازون دوت كوم ما بتعمل اموال، هامش الربح فيها فقط 3% مقارنة بمثلا الاي دبليو اس نعم او الكلاود بزنس اللي هامش الربح فيها بالنسبة لي 30%. فهذه مثلا تعطيك شركة من شركات اللي فيها لي علاقة بالخدمات. عندك قطاع النفط مثلا، قطاع النفط مثلا في آخر سنتين من أفضل القطاعات أداءً، ولكن في ال10 سنوات الماضية عانى بشكل كثير قطاع النفط. نعم قطاع النفط يعتبر من القطاعات متذبذبة المتذبذبة، ولكن الشيء الجيد في قطاع النفط أنه يدفع عوائد سنوية للمستهلكين أو للمستثمرين. نعم عندك مثلا قطاع آخر اللي المنتجات الاستهلاكية الإلزامية في حياتنا، اوكي كل شيء. هذا يعتبر مثلا يعني زي السوبر ماركت، زي شركات الأكل، زي شركات الأغذية، زي نعم مثلا المشروبات الغازية، زي نعم كل هذه تعتبر منتجات استهلاكية إلزامية في حياتنا، وتعتبر كمان قطاع دفاعي. معنى قطاع دفاعي لا يتأثر بالوضع الاقتصادي، الاقتصاد جيد الاقتصاد سيء تلاقي هذه الشركات تؤدي. طيب طالما هيدول لا يتأثروا بالقطاع، ليش هن من القطاعات يلي ما فيها كتير ربح؟ بالضبط ربحها. أوكي يعني اديكي مثلا لو انت دحين تكلمنا شركات التكنولوجي الهامش الربح فيها 30 40%، أوكي يعني تكلفة المنتج 100 بتبيعه وتكسب 40. شركات السوبر ماركت كم تتوقعي الهامش الربح ليها؟ 5 كم بتكسب؟ اقل من 5 حتى، أوف بين ربح الثلاثة والخمسة في المية. بس تخيلي مضمون فيها الربح. مو مضمون فيها الربح اذا كانت شركه كويسه او سوبر نعم مثلا نعم او شركه كويس، ولكن النمو فيها واطي بطيء جدا 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 بطيء جدا. فمثلا هذه بس شركه، بس يعتبر عشان كده نسميه منتج دفاعي، نعم ولازم يكون عندك كل المنتجات في المحفظه الاستثماريه.
فمثلا هذا قطاع يعني دفاعي. يعني إذا مثلا قادر، سوري عم تقول لي لازم يكون في كل المنتجات، يعني إذا قادر الواحد عندي لنحسب 1000 ريال، أنا حابة هيدي الشيلة على جنب، فيني استثمر مثلا 30% بهيك أصدق تكنولوجي، فيني استثمر 10% من منتجات استهلاكية غير إلزامية، هيك قسمة بالضبط برأيك، لحتى 100%. إذا خسرت هون شي سندني. لازم توزعيها، ما ينفع تحطي كل فلوسك أوكي. تكنولوجي، ما ينفع، أوكي. لأنه كمان الأسواق تمر بمواسم. نعم. مثلا اليوم الترند ما هو شركات التكنولوجي، أوكي. اليوم الترند شركات النفط. صحيح. النفط لسنتين هو الترند، من 3 سنوات النفط كان القطاع الأقل أداء، فيختلف الترند وحسب توجه الأسواق، فعشان كده لازم يكون عندك التنوع في القطاعات. نعم. هون شو نستفيد، يعني شو الكلمة، أنا حكينا عن حوالي 6 قطاعات، نحن بتحب تضيف بعد ولا الباقيين بيصيروا ما فيهم كتير ربح؟ لا، إذا ما فيهم ربح عمر ما بدنا إياهم. لا لا لا، قطاع مثلا حنتكلم فيه، عندك حخش فيها بسريع، قطاع أوكي. الاتصالات مثلا. قطاع الاتصالات هذا غريب بعض الشيء، أوكي. لأنه يتطلب بحوثات كثيرة. يعني مثلا لو نشوف مثلا في فترة الثمانينات كانت الصحف هي مسيطرة على هذا القطاع، قطاع التلفزيون كان مسيطر على هذا الأشياء. في آخر مثلا سنتين، في آخر 10 سنوات تغيرت الآية بعض الشيء. إيش صار؟ صارت شركات زي جوجل مثلا هي اللي مسيطرة على المجال، شركات مثلا ما يسمى بالدايركت تو كونسيومر، يعني التلفزيون اللي هو زي شاهد دوت كوم، زي شاهد مثلا هو صار الترند اليوم في مجال التلفزيون. الجرائد مثلا راحت عليها، ضعفت بشكل كبير جدا. مثلا السوشيال ميديا، اي مثلا السوشيال ميديا، هذا بنتكلم عالميا، يعني صح عالميا احنا بنتكلم كيف. نعم. طيب طبعا القطاع المالي عندك البنوك، وهي تعتبر مثلا من القطاعات يعني اللي تدفع ارباح موزعه. عندك قطاع الصناعات موسميه بشكل كبير، القطاع الصناعات يعتمد بشكل كبير على المصاريف الحكوميه، يعني لو الحكومه مثلا ناويه تصرف بشكل كبير هذا القطاع يتحسن، اذا الحكومه ما حتصرف فيتاثر بشكل كبير بالميزانيات الحكوميه. عندك العقار ولي انواع كثيره طبعا، والمواد الخام، هذه هي القطاعات ال11 بالنسبه لمجال الاستثمار. ركزنا على اللي بيجيبوا مردود جيد، ولكن مثل ما ذكر عمر اللي حابب يستثمر وسمعنا أكيد لازم يبحث، لازم يشوف وين بيلاقي حاله أكتر بأي شركة يستثمر، بلس ينوع استثماراته، هيدا اللي لازم نحطها بعين الاعتبار. عمر